الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله الحق العظيم الذي نزل القرآن الكريم في شهر رمضان هدى وتذكيرا. صدق الله الحق العظيم الذي سن الدين وشرعه ونور النور وشعشعه ولا إله إلا هو جعل السماء سقفا بدون عمد رفعه والأرض بساقا وضعه. صدق الله الحق العظيم الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم واجس الصدور وأنزل القرآن هدى ونور. صدق الله الحق العظيم الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. صدق الله الحق التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدسيته الشدائد الصلاب يسبح بحمده الرعد والسحاب رب الأرباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب ومسبب الأسباب لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المآب. صدق الله الحق الواحد القهار العظيم ذو الجلال والإكرام والعظمة والإنعام الكريم الذي من بكنفعه على من شاء من عباده القيوم الذي لا يغفل ولا ينام القيوم الذي لا يغفل ولا ينام إلهنا تفضلت فعمت أفضالك إلهنا إلهنا تفضلت فعمت أفضالك إلهنا غفرت فتكامل إحسانك جل جلالك تعاليت في دنوك وتقربت في علوك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لك خضع من سجد وذل من وجد إلهنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك
وكيف يدعوك للحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك إلهنا إلهنا من إليه نقصد وأنت وحدك المقصود وإلى من نتوجه وأنت وحدك الموجود ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الجود ومن ذا الذي نسأل وأنت الرب المعبود اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بنا علي أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى تبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت الأحد لا شريك لك وأنت الواحد لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر تعصى فتغفر تعصى فتغفر تعصى فتغفر كل شيء هالك إلا وجهه أقرب حفيظ وأدنى شهيد وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والخلق خلقك والشرع شرعك والدين ما شرعت وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا
في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ونتوب إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا في قبورنا النور والفرحة والسرور، وأجزنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اجعلنا بهذا القرآن مصدقين، وفيما عندك إلهنا راغبين، ولرحمتك يا مولانا طالبين، ومن عقابك خائفين، وعن السيئات عازفين، ومن المحرمات بعيدين. واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تجعلنا يا مولانا ممن استهوتهم الشياطين وشغلتهم الدنيا عن الدين وأصبحوا من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك عن الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك نسألك ألا ينفك هذا الجمع إلا بذنب مغفور، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام 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 على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.